أعزائي المشاهدين صباح الخير وأهلا بيكم معنا في فقرتنا الأسبوعية فقرة الجمال والجلد. والنهاردة هنتكلم معاكم ومع الأستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية عن المشيب والشعر الأبيض. أهلا بيك يا دكتور معنا صباح الخير. صباح الخير. موضوع الشعر الأبيض والمشيب بصفة عامة أكيد كل الناس بتتساءل عن أسبابه وعن طرق الوقاية منه وطرق علاجه أيضا، وخاصة أنه بيظهر كمان مش هنقول في السن الكبير، في بعض الشباب في أواخر مثلا العشرينات والثلاثينات بيظهر عندهم الشعر الأبيض، فحضرتك أكيد عندك نصائح حيلة النهاردة تقولها لنا. هو بداية الشعر الأبيض أو المشيب ده ليه أسباب كثيرة جدا. في بداية زي ما أنت قلتي إن فيه عوامل وراثية، يعني بنبص نلاقي العيلة دي فيها الشعر الأبيض بيظهر مبكر. الحاجة التانية إن في بعض التغيرات والحالات المرضية اللي بتحصل في الغدة الصماء ممكن تنتهي بالشعر الأبيض. على سبيل المثال زيادة إفراز الغدة الدرقية اللي موجودة في الرقبة إذا زادت عن حد معين ممكن بتسرع بإظهار الشعر الأبيض. بعد كده أيضا بنلاقي بعض بالذات امراض القلب وبالذات السبحه الصدريه وارتفاع ضغط الدم والحاجات دي ممكن يصاحبها ظهور الشعر الابيض. ايضا بنلاقي بعض الادويه والعقاقير وبالذات الادويه اللي كانت بتستخدم في القديم لعلاج الملاريا، دي كانت هذه الادويه ممكن يصاحبها ظهور الشعر الابيض. ايضا بنلاقي بعض الحالات اللي فيها نقص للمناعه، واخيرا الحالات النفسيه. يمكن هنا بنشوف ان في كان حاله معروفه قوي ان في ناس كانوا في مركب وبعدين المركب دي غرقت واللي تم انقاذهم فوجئوا ان شعرهم بيبيض في خلال 10 ساعات من الحادث، لغايه دلوقتي ما نعرفش ايه، ولكن دي حاله مسجله عندنا طبيا ومعروفه. زي في الامثال الشعبيه كده بيقولوا اصل انا اتخضيت وشعري بيض. الكلام ده قريب جدا من الحقيقه. ويمكن سيادتك بنقول طب ايه سبب لون الشعر؟ الشعر لونه بني او لونه اسود، ده اساسا بيرجع لصبغه الميلانين اللي موجودة في جسم الإنسان وهي اللي بتدي اللون. والحقيقة الصبغة دي موجودة بنوعين، النوع المركز والنوع المنتشر. إذا كان النوع المركز أكثر من النوع المنتشر بيبقى الشعر أسود داكن، والعكس إذا كان نوع الميلانين المنتشر أكثر من النوع الداكن بيبقى الشعر يميل للبني والكستنائي. اللون الأبيض نفسه معناه إن صبغة الميلانين دي بتتحرق بالأكسجين ويبتدي يتكون فقاعات هواء. إذا مسكنا شعرة بيضاء تحت الميكروسكوب وشفناها بنلاقي فيها فقاقيع من الهواء اللي هي بتديها هذا اللون الأبيض. كنا قبل كده بنعتقد حاجات تانية، إنما ثبتت حديثا إن اللون الأبيض يرجع إلى أكسدة مادة الميلانين وتكوين فقاعات هوائية. وبالنسبة بقى للشعر الأبيض اللي بيظهر في سن متأخرة يعني في الشيخوخة، ده بيبقى طبيعي ملوش علاقة بالوراثة ولا بأي مؤثرات؟ بس برضو هي زي ما بقول سيادتك اللي هي عبارة عن ان في اكسدة الميلانين وبتتكون الفقاعات الهوائية. انما بالمناسبة مش شرط يكون شعر ابيض. يعني عايز اقول لسيادتك ان التغير في الشعر مش معناه شعر اسود وشعر بني او كستنائي وشعر ابيض، لا، ده احنا ممكن نلاقي واحد انسان اشقر بالنسبة لشعره وبيشتغل في مصانع النحاس يبتدي شعره يتلون باللون الاخضر. نفس الشخص اذا اشتغل في مصانع الكوبالت يبتدي الشعر ياخد لون ازرق. يبقى اذا برضه الشعر ليه علاقه بطبيعه عمل الشخص. العوامل الخارجيه. العوامل الخارجيه بالظبط. حضرتك بقى عندك اكيد طرق للوقايه من ظهور الشعر الابيض، يعني ممكن ناخر ظهور الشعر الابيض. يعني عايز اقول حاجه ان لازم نفرق بين حاجتين. في ناس عندهم خصله وراثيه يبص تلاقي الشعر بتاعه مثلا اسود داكن وفي خصله وراثيه بتطلع معينه قد تكون علامه جماليه او حاجه زي كده، لكن دي عامل وراثي، دي حاجة معينة بمجرد ولادة الطفل ممكن عند سن معينة تبتدي تظهر الخصلة دي من الشعر وتفضل، دي حاجة معينة. إنما الشعر الأبيض المقصود بيه إن هو بيكون شعر منتشر في كل فروة الرأس مش خصلة معينة موجودة. المشيب الطبيعي، شعر المشيب اللي بيظهر يعني زي حضرتك بالظبط. إنما إذا ابتدينا بعد كده نتكلم عن الوصفات اللي المطلوب فيها إحنا نحافظ على الشعر، هي بتمشي في طريقين. في حاجات إحنا بنتكلم عليها وبنقول ان من ضمن الوصفات اللي احنا بنحافظ بيها على الشعر ونشيل اللون الاسود منه نبات السنموكي. ده نبات ليه اوراق خضراء صغيره بتجفف وتطحن وبعدين بيتعمل منقوع يخلط مع الحنه ويدهن به الشعر بيدي لون اسود، وده موجود منذ الطب القديم ومنذ العصر الجاهلي. ايضا في تركيبه ثانيه اللي هو اوراق المريميه.
اذا احنا جبنا معلقتين كبار من اوراق المريميه الجافه وغليناها في ميه لمده تلت ساعه وبعدين صفيناها وخدنا هذا المزيج ودهنا به الشعر يوميا لمده اسبوع، ده ممكن يبتدي يدي اللون الاسمر او الاسود بتاع الشعر. الحاجه الثالثه ممكن تبقى ثانيه نعملها من منقوع السمسم، اذا جبنا معلقتين كبار من السمسم وغليناهم لمده تلت ساعه وخدنا الصافي ودهنا الشعر يوميا لمده اسبوع ممكن الشعر يبتدي ياخد درجه اللون الغامق. ايضا ممكن في تركيبه ثانيه من نفس نبات المريميه اربع معالق وبتغلى وبعد كده هو بياخذ المنقوع وحط عليه معلقه صغيره من مسحوق القرنفل ومعلقه صغيره من الشاي المغلي وبيخلط هذا الخليط مع جزء قليل من الحنه، ممكن تقضى على الشعر تديني لون اتحكم في درجاته حسب الحنه اللي انا حاططها ودي ممكن اتلافى بيها حدوث هذا الشعر الغامق. ده ايضا ممكن كمان لو واحد شعره بني وابتدى يظهر الشعر الابيض فيها بنجيب مسحوق زهر البابونج وبناخد معلقتين صغيرين وبيتغلوا وبيتصفوا وبيتحطوا في الشعر البني ده اللي فيه شعر ابيض يبتدي يدي لون مذهب وبيبقى الشعر اللون ده مقبول طبعا ونقدر نتلافى بيه. ده بالاضافه الى الطريق الثاني خالص خالص اللي هو الصبغات الصناعيه اللي هي عباره عن انواع من الصبغات اللي معروفه المعدنيه، سواء كانت هذه الصبغات من معدنيه زي الكبريتيت، سواء كانت الصبغات دي عدويه مخلقه او سواء كانت الصبغات دي شبه مؤكسده او مؤكسده. ايا يكون هنبتدي نغير الشعر بالصبغات النباتيه بتاعتنا او عن طريق الوصفات اللي احنا اتكلمناها، في كلتا الحالتين هنرجع للون الطبيعي وده هيبقى كويس بالنسبه للشخص. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور في نهايه لقائنا النهارده. شكرا. وبنشكركم اعزائي المشاهدين وبنلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم وفقره الجمال والجلد، شكرا لكم والى اللقاء.